السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ فيديو جديد من حياة أم. هقول لكم على تجيبي قد ايه كبرتات او بورتات او كده. بصي، هو مبدئيا عشان تبقي عارفة، بس الكبرتات دي اساسي سواء صيف او شتاء، عشان هي يعني الكبرتة بتبقى قطن طبعا، فهي دي اللي انت بتلفي بيها البيبي. لو في الشتاء بتحطي عليها بورت تقيل شوية او بطانية، على حسب بقى. في ناس يعني برضو بيهو البطاطين لحد دلوقتي. البورت عملي جدا في الخروج، يعني البورت صيفي او شتوي عملي جدا. انا ولدت في الصيف فجبت بصراحة بورت صيفي زي ما انتم شايفين كده، قطن، خامته حلوة جدا. كنت بخرج بيه. في البيت ممكن تلفي بالكبرتات اللي هي العادية بتاعتنا بتاع الزمان دي، ممكن تلفي بالكبريتات، بس اهم حاجه ان هي الكبريتة تبقى ناعمه وتبقى قطن، عشان دي هي اكتر حاجه ممكن تحرر البيبي. ماشي، هتجيبي بقى كبريتة، تجيبي كبريتات انت على حسب يعني ظروفك وعلى حسب امكانياتك. البورت الشتوي في منه اشكال كتير جدا، ده تقيل، ده شتوي، ده بيخلي البيبي فرن يعني. جميل جدا. لو انت والده في الشتاء هتجيبي مثلا بورت شتوي، ومثلا تجيبي كبريتة او كبريتتين قطن يبقوا عندك. كده كده الكبرتات بتبقي محتاجاها. انا محتاجه بصراحه صيف وشتاء، يعني وهو البيبي لسه صغير، لكن لما بيكبر خلاص. كنت الاول طبعا بلف بنوتي في كبرتة، وبعد كده مثلا احطها في البورد او احطها في لا في الشتوي لا في الصيفي. وانت خارجه في البيت بتلفيها باللي انت عايزاه. البورتات خلي بالك برضو ان في بورتات قطيفه وفي بورتات بتبقى يعني القطيفة احسن حاجة، ده قطيفة وقطيفته كمان ناعمة جدا. تجيبي يعني تجيبي خامة حلوة، عشان ده هيبقى مهم جدا. هو يعني هو دوت اللي ممكن يحرر البيبي، ممكن يدفيه، ممكن ما يبقى خفيف، يعني تهتمي قوي بالموضوع ده. البورت عملي جدا في الخروج يا جماعة، مش عايزة اقول لكم بصراحة، احلى من الكبرتات. انا كانت مشكلتي كلها في الكبرتات بتاعت اللف والكلام ده، بصراحة ما كنتش بحبها خالص. من ساعة ما اخترعوا البورت ده حاجة كده كويسة جدا، بتحط البيبي وتشيلي وتمشي. كان نافعني جدا يعني. يعني العدد ده على حسب ما انت عايزة. انا عن نفسي ما تكتريش، هو بورت مثلا واحد شتوي وواحد صيفي على حسب الفترة اللي انت هتولدي فيها. انا بصراحة الشتوي دوت انا ما اشتريتوش، انا والدة في الصيف فانا اشتريت الصيفي، الشتوي دوت ما اشتريتوش، جالي هدية. الكبرتات برضو على حسب ما انت عايزة، تجيبي تلاتة، تجيبي اتنين، تجيبي واحدة، براحتك على حسب ما انت عايزة، ما تكتريش. وطبعا مع الحاجات دي في بطانية، انا جايبة بطانيتين، جايبة بطانية للنوم يعني بغطيها بيها في النوم. انا بغطيها عموما بالبطانيتين، بس في واحدة يعني تقيلة قوي للنوم وكبيرة وكده اطفالي، بس هي يعني ضخمة شوية فبخليها للبيت. وفي واحدة صغيرة دي بخليها للخروج، بغطيها بيها في العربية او كده. في برضو مفرش الدفاية بتاع البيبي ده، زي المفارش اللي بنفرشها على السرير بس صغير برضو. ده لو انت عايزة تجيبيه بدل البطانية، لو انت بتستقل البطانية تلفيه في الشتاء، حلو جدا برضو، جميل جدا، عملي. انا بصراحة ما جبتوش لان انا زي ما بقول لكم انا ولدت في الصيف شهر 7، فما كنتش محتاجة ان انا اجيب الحاجات الشتوي دي كلها. انت هتولدي مثلا في الشتاء، لا هاتي مفرش البيبي ده، حلو قوي، جميل جدا، بتلفي بيه، بتكلفتي كده البيبي بيه، حلو قوي. هتحطيه مثلا جوه البورت او حاجه، او هتلفيها في بطانيه برضو تانية زي ما انت عايزه. عايزه بس اقول لكم حاجه بقى مهمه جدا، او انت راح تولدي لو انت هتولدي في شتاء او هتولدي في صيف، خدي معاكي حاجه تقيله، يعني خدي معاكي بورت تقيل، خدي معاكي بطانيه كده صغننه خفيفه، ما تلفيش البيبي او بنلفه في كبرت. انا عن نفسي ندمت، لان البيبي اولا بيبقى لسه يعني لسه صغير جدا، لدرجة ان الكبرتات، انا لما خدت كبرتات بصراحة لما روحت المستشفى التكييف طبعا شغال 24 ساعة، فطبعا حسيت ان البيبي بردان، يعني حسيت ان بنتي بردانة، فكلفتناها بكبرتتين، عملناها بكبرتتين. لا انتي لو خدتي مثلا بورت تقيل قطيفة كده حلو مثلا، وحطيتيها فيه مع كبرتة كده حلوة، هتبقى دافيانة وهتبقى متأكدة ان هي دافيانة.
خلي بالكو ان البيبي مش هيقولكو ان انا بردان ولا مش بردان، فاحسن حاجة ان انت تاخدي حاجة تقيلة يوم الولادة يا جماعة عشان ما تغلطوش غلطتي. خدي بورت تقيل، البورت القطيفة حتى الشتوي دوت، انت كده كده هتشتري، اشتري واحد صيفي واشتري واحد شتوي وكبرت او كبرتتين. عايزة تشتري بقى بطانية، شوفي انت عندك لحاف فايبر هتغطيها بيه على حسب ما انت هتشتري، ده براحتك، دي حاجة ترجع لك. بس البورت حاجة جميلة جدا، مريح جدا في الخروج، حاجة حلوة جدا بصراحة، ما بيخليكيش بقى تقعدي تلفي